تجربتكم. مرحبا بكم على قناة نسمة جديدة في برنامج أتا وتربح. برنامج أتا وتربح برنامج ساخر بامتياز، وأي تشابه في الأحداث أو الشخصيات راني عامله بالعاني. نمشي لأي مواطن في الشارع، أختي ولا أخويا، كان تحب تسافر هيا معايا، كان قبلت ربي معاك، كان ما قبلتش راك سلكت. تابعوني. شو بفلوع؟ فهم عندك عاق ورقة؟ عندي يا تربع ايش بيك يا قفل؟ من لحظة شوف ورقة نسألك سؤال تربح فوايا هاي حب ها؟ صدر ما بترشا هم أزوز أسأل بيك؟ قداش هم من الولاية في تونس؟ 24 سميني معتمديات تونس الكل ليك كان أغلط فاتلك معاش شو اسمك سلام؟ ليك؟ قداش عمرك؟ 24 سنة تخدم؟ هي هوني؟ لهني؟ هي أو كما تفهمة؟ اي مروحة ديجا مروحة توا؟ مروح كم بدلولك الديستيناسيون جملة واحدة متروحش للدار الوين؟ نازوك الفوايا شنو؟ عليك باسبور؟ عند كي نقول لك توا نمشي وتركيا نعمل فواياج تركيا تمشي؟ نمشي بيانسيو تحكي بجدك؟ اي نمشي والله نمشي توا للدار في صفيصة نحضر الواليز ونحضر الباسبور بتاعنا ونتوكل على ربي فرحة؟ والله ماكش تفادلك معليش يا فوايا هاي جدي 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 من عند تيتو ميرسي تيتو هذا بس سافر بها ميرسي تيتو باهي مريقل ميرسي هاي هات هاي ما عادش وقت علينا اطلع دي اطلع مرحبا حلومة عسلامة جاوك باهي الحمد لله فرحانة على الاخر باش نمشيو طال الدار نحضروا فاليزتنا في سافيسا يا شوير اول مرة بالسافر اول مرة الحق اي بالحق اي ما استعمل بيه الباسبور مطير اي ما نستنى في حاجة استنى شوي ان شاء الله بقدرة ربي كي اول حاجة باش تعملها كي باش توصل لتركيا شنو دبر شوجر دادي حليلي حليلينا حليلي حليلينا حليلي حليلينا حليلي حليلينا حليلي راهم يحبوا يحتلوا والله عند الحق والله قلت الحق وتتفرج توا في المسلسلات الاتراك وكذا مغرومه بتركيا مغرومه بهم برشا وانت ما تستحقش شوكر دادي خاطر تبارك الله غاديك الاولاد كلهم مزيانين الحق محليهم وش بيعملوا ولاد التوانس محليهم زيد التوانسه ما الاتراك فيه هبطها هبطها هنا بطلت مانيش مربحها فواياج هبط اللي حتى التوانسه محليهم علاش محليهم صحي ازين ولاد في العالم شكون ولاد التوانسه واحسن ولاد في العالم شكون ولاد التوانسه وارجل ولاد في العالم شكون قلت لك لا ترك خير صايبة هيا الدنيا أنا بالنسبة ليك شنو هو طاو بالحق سورس مش أني نحقق حلمي الحق والله بلا حلوم بلا حلوم حلومة نعم كلم الدار تقول لهم رانا جايين بيان سور كلمهم طاو نكلمهم هاي نكلمهم هاي ويما وينك في الدار؟ باهي اسمعني ما باش نقول لك حاجه باش تفرح على الاخر انا توا جايه وجايه معايا التلفزه الكل معايا ربحت فواياج وباش نسافر على سيبهم هما باهي يعني جايه باي دخل بعضها شويه وعرفتك جيتها حاجه سوربريز فهمت هذي بيتك؟ ايه ما احلاها عايزك ودي انتي انا على فكرة انتي زاد؟ ايه ملا صاحبي ملا صاحبي اي احلام في سعجرية ما عادش علينا وقت بالحق ما عادش علينا وقت حلوة ليزة جات انا عاونك العكس 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 نعملوها هكية ايه فيسا فيسا باسبور توا توا فيسا 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 جيبوا لي توا الباسبور دايكو جيب لي توا انا مازم جيب لي توا فيسا تلاهت ليش مكفينا خل نشوف الوالدي تبتع الباسبور امورك واضح شنو الحاجات اللي نجم نهزهم معانا شنو بدأ بدوبة ذا يعجبني طربو ليلة هذيك مش تهزلنا برشا بلايس خلينا مش لازم شي من كفاية اما بيه يا هيا اسمعك البيدون ذا فادلك معاك فادلك معاك فادلك معاك شنو واخر شنو واخر يا ربي يا رب كل شيء شو ما لينة فما اللونات اللونات هذي بيه يا توديك هاي 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 هاي
خوك خويا حلومة. نعم يا حلوفة، قلوب حمر ودنيا وكبير وغرامية وحب ودنيا واخواتهم وكادو انيفرسير وتلوج على سكر دادي. ليه لازم لازم اخي لازم واحد هكا الدنيا شنو هكا والسيد اللي يديرك الكادو هذوك من كل قلوب ودنيا في وقته في وقته مشي دي من الوحده للصندوق فيها القلب والكبده والقازه والدنيا الكل جابهم لها هذوكم نخليوهم في الباسي دونك تو نقدموا لوجوا على ما خير لوجوا على ما خير على ما خير اي الو رجعتني نطلع نفدلك معاك انا وما فهمش من حكايه الفويا اللي عاد ندوخ لك ندوخ ومشي الحجه مش ماشي لاسطنبول ناس قلت عن قفاه اليوم فهمتش عليه بالفرحه هذيك هو وصلنا للمطار وصلنا للمطار وصلنا للمطار بالحق ما نوصفلكش قديش نمشي نطير بالفرحة ما نجمش اصلا دموعي شادتها بالسيف مسافر زاده الخيال اي والله اني حاول نشد البكية صحيح بكية الفرحة ميسيل ميسيل ساي ترى ما ترهك في بالي اما ريت كندورو من كندورو من هنا آه. نخرجوا من غادي كنجيو بحذا باب المطار بالضبط آه ما تعرفيش القصه جديده ما علاش يعملوا فك الترافو هما كذا حلي المال خلطنا تمام دي باليستك هو هذيك اللي غادي هذيك صدمه كبيره يا والقلب يا كان دي جاب حيرة قلبي كان دي جاب حيرة العمر في مطار أحاول مطار بحذينا منها رأو مطار بحذينا ما حابيش أنت عبوك نشوف مطار هاي طيارة هاي محلة تفادلك نعم تفادلك بالحق نحكي ليه ما ليش نفادل ايه نحن ما ينقلقنيش نحن يولي قص انت قص مغادي قص شنو تصور انت قص مغادي شبكنا يا جلد فديك معناتها هنا فديك هايك الطيارة قدامك هايك 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 وسع بالك وسع بالك شنو هذي الحق تاع نورمال في مخك طب كسيبل بيت تروحوا بيك على قد ما تروحش بيت تروح على ساقي ميرسي ديك صح ايش هذا الفاليز بتاعك يا بنت ياس حليم 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 تنرفزت على الاخر طيب والله انا نستاهل والله نستاهل انا قسما بالله تو خايب الطيارة هذيك كي واحد يسافر بها هاي كشافها بيه ودو وديجا أوريجينال تحسها ماهيش سرحة الطفلة بلينا خلطوا عليها بلينا ربنا خلطوا عليها أنا خلطوا عليها حلوم 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 عطينك الضحكة بيه اللي كنت تضحكنا فيها عودها والله قلت لكم راي قلبها به والله إيه قلت لكم راي قلبها كذا ما يمنعش انه اللي عملته ما يجيش باه اسمع انت سامحني ولا ايه سامح سير من قلبك ليه الحق مانيش مسامح فما تيراج وسور في اخر حلقه كان قدره ربي الوالده تربح هزوها عمر من عند تيتو شعرك مجبوط جديد اي نتقابلوا في الحلقه الجايه ان شاء الله من برنامج اتا وتربح صباح الخير ناس كل